السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سامر بكش من قناة سيارات الإحساء وقناة سامر بكش العام، وإحنا حاليا في الفورد تورس 2019 ومركبين عليها قطعة كارلين كيت. طبعا موجود هنا سينك 3، فالقطعة شغالة زي الحلاوة، وشوفوا ما شاء الله هذا دراما لايف شغال. وهذا بين سبورت، ثواني على ما يحمل. شاهدنا تعثر رأي المنتخب السعودي أمام إندونيسيا، نتيجة لم تكن سعيدة بالنسبة لنا. شاهدنا طبعا في ميزة التقسيم الذكي، طبعا بما أن الشاشة صغيرة فاحنا مسوين اللي هو اسلوب نافذة داخل نافذة. فتحنا الخرائط، تضغط على علامة هوم، تنزل شحليلها صغيرة، ترجع على دراما لايف، بتشوف الخريطة صغيرة هنا ودراما لايف موجود، سواء دراما لايف وغيره. ضغطة بسيطة هنا تكبر الخريطة، ضغطة صغيرة ترجع، ما تبي الخريطة اضغط اكس رجعت. وهذا عندك ما شاء الله دراما لايف، تلفزيون شغال زي الحلاوة. نفس الشيء بالنسبة لليوتيوب وغيره. طبعا دراما لايف يشتغل في الخلفية، فلازم تسوي له بوز هنا عشان يوقف. طبعا مركب لكم ايضا شاهد، خلنا نوريكم ثواني. هذا شاهد موجود شغال زي الحلاوة. طبعا في هنا تقول له سماح، هذا المباشر، لقيت ولد قدامي ممتاز. عطشانه؟ لا جوعانه يبا، ما تاكل يعني. هذا شغال البي سي والقنوات كلها تحت. طبعا في برنامج جميل جدا مركب لكم، هذا يعني زي النتفليكس، اسمه تايم موفيز. عيب الوحيد انه دعايات، تسوي له تسجيل دخول، تدخل على حسابك. طبعا هذا مسلسلات افلام بحر، يعني يشمل النتفليكس واس ان وشاهد وغيره، كلهم مدموجين في حساب واحد. شوف ما شاء الله بحر من الأفلام والمسلسلات وكل حاجة. طبعا أي شيء بتشغله، مثال هذا مثلا، الله يعينك على الدعايات في البداية. شوف حتى شبيه كأنه شاهد، لو تلاحظ شكله. الله يعينك على الدعايات، تحمل الدعايات بس أنت، دعاية دعايتين، بعدين بتشوف ما شاء الله يشتغل معاك كل شيء. هذا مثلا مشغل مسلسل، شوف ما شاء الله اشتغل، شوف على طول اشتغل مسلسل معاك داخل البرنامج. فما شاء الله عندك، بس الله يعينك زي ما قلت لكم الدعايات، تخلص الدعايات بعدين امورك طيبة. خلي تخلص الدعاية بس. اوكي، زي ما خاشف وديك على الدعاية، تقدر ترجع على تايم موفيز ما شاء الله ويرجع يشتغل معاك زي الحلاوة. الخطوة الأولية. الله يعينكم على الدعايات. المهم بس حبينا نوريكم ما شاء الله شو البرامج اللي موجودة. واتساب موجود، تقدر تعكس جوالك فيه وتشغله، ومثلا واحد يرسل لك موقع، تفتح الموقع على طول من الواتساب، يشتغل دايركت على الخرائط زي ما انتم شايفين. الله يعطيكم العافية، معاكم سامر بكشي، رقم جوالي 050-690-8466. لا تنسون الاشتراك في القناة وعطونا لايك ونشروا المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم على ألف خير ونستجاهل. يلا السلام عليكم. أنت بخير.